بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. شهر رمضان والشهر التاسع من شهور السنة، وقد أوجب الله صيامه على القادر المستطيع، إن كان حاضرا غير مسافر فإنه يصومه أداء، وإن كان مسافرا أو مريضا فإن له أن يصوم، وإذا صام أجزأه، وإن أفطر نظرا لعذره من مرض أو سفر قد أذن الله له بذلك، بشرط أن يقضي الأيام التي أفطرها من شهر آخر. وهذا من فضله وإحسانه على عباده، حيث لم يضيق عليهم. وهناك صنف ثالث، حاضر غير مسافر لكنه لا يستطيع الصيام باستمرار، إما لكبر وهرم، وإما لمرض مزمن لا يستطيع معه الصيام لا أداء ولا قضاء، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو نصف من الطعام. قال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالذين يأتي عليهم شهر رمضان على ثلاثة أنواع: النوع الأول المقيم الذي يستطيع الصيام، فهذا يجب عليه الصيام أداء، لا يجوز له أن يفطر. القسم الثاني المسافر، فهذا يخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، فإن صام أجزأه صيامه، ولكن الإفطار في حقه أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته كما في الحديث. وأما الصنف الثالث فهو الذي لا يستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا، إما لمرض مزمن، وإما لكبر وهرم، لكن معه عقله وإدراكه، فهذا لا يجب عليه الصيام لا أداء ولا قضاء نظرا لعذره، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بأن يخرج كيلو نصف من الطعام عن كل يوم، نصف الصاع، يعني نصف الصاع النبوي. فهكذا الله جل وعلا شرع لعباده هذا التشريع الذي يتمشى مع استطاعتهم ومقدرتهم ولا يحرجهم. الله جل وعلا يسر ولم يعسر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن أتى عليه شهر رمضان وهو مقيم غير مريض وغير معذور فإنه يجب عليه الصيام أداء، ومن لا يستطيع الصيام لكبر أو لمرض مزمن هذا يطعم عن كل يوم مسكين. أما من كان مسافرا فإنه يخير، إن شاء أفطر وهذا أفضل في حقه أخذا برخصة الله، وإن شاء أفطر
نذرا لسفره على أن يقضي ما أفطره في سفره فعدة من أيام أخر. وهكذا فضل الله على عباده أن تشريعه يتوافق مع مقدرتهم واستطاعتهم. فشهر رمضان هو أفضل الشهور لأن الله أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ فيه إنزال القرآن. وقيل المعنى أن الله أنزل القرآن جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ جملة واحدة، ثم نزل منجما على السنين. فالله جل وعلا يراعي أحوال عباده. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم وسائر المسلمين لاغتنام هذا الشهر، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.